السلام عليكم أصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. ما تنساوش المسابقة اللي أنا حاطة لكم في قناتي، راكم ما تفاعلتوش معايا مزيان، ما عرفتش كيفاش غادي ندير، لأنني دوك الأخوات اللي أنا حاطة في القناة ما تفاعلتوش معاهم لا هما ولا أنا مزيان. يا ربي كمل على خير. واخا راني قلت لكم في اللايف وطلبتكم وقلت لكم راه التفاعل هو اللي مزيان وكل شيء اللي مزيان، ولما تفاعلتوش معانا راه حنا ما غاديش نكبروا، ما غاديش نزيدوا لقدام، ما غاديش نديروا لكم مسابقات ما احسن من هذه اللي انا دايره لكم في القناه. انا درتها لكم علشان لاحقاش انا كنحبكم بزاف وكنبغيكم دائما خوتي في الله. كما كنقول لكم دابا خوتي راه الليل، والله العظيم دابا 9:30 ديال الليل، ودابا قلت والله اول مره يا حصر على قناتي غادي نسجل فيديو في الليل. دابا انا تلاحوا لي الفطريات، فرج ليا في ظفراني واحد جوج ظفران، رجلي اليسرى الضفر الكبير، ورجلي اليمنى الضفر اللي ما بعد صغير كما كنقول. انا ما عرفتش اش نقول ليه. المهم الدواء والحمد لله، لان الدواء ديال الطبيب داير، كاين هنايا واحد الدواء اللي هو الا كانت فيك الفطريات غير ماشي واعرين بزاف، ماشي دوك الضفران اللي كيمجوا بالماء واللي صافي واخا مجو، كي تمشي عند الطبيب خصو يدير لك تريتمون. ولكن الا كان غير فطريات يلا تلاحوا عرسي بهم بكري، كيعطيك واحد الفيرنيس اللي وعدنا في المغرب داير 330 درهم اللي داير الثمن ديالو، وهنايا في اسبانيا داير 15 اورو، هي 3000 ريال. وانا جاني العكس باش نشري داك الفيرنيس، قلت علاش لا، انا كنعرف الدواء ديال العرب اللي غادي يبري لي رجليا ارا نديرو. ودرتو اخوتي وبراو لي رجلي الحمد لله بواحد الضفر صافي برا، والاخر راه قريب بدا كيطلع لي جديد بحال تقولي لي يلا صغيورو هادو لي الضفران. ودابا قلت والله العظيم تا غادي نتقاسم معاكم هاد الوصفه هادي ياك ما تعجبكم. وماشي الناس كلهم عندهم فلوس باش غادي يشريو الدواء ويداويو الضفران ديالهم، وهاد الميكروب الا قعدت تلاح ليهم في الصباط راه مشكله، كيعادي وكيبقى دائما لاصق. قلت ارا نتقاسم معاكم. ما تنساوش المسابقه دابا غادي نقربكم عندي حتى لهنا باش نوريكم الوصفه اللي غادي نديروا الفطريات للضفران ديالكم، وغير رجعوا بي حول الله رجليكم وضفرانكم صحاح بحال ضفراني. يلا غادي نقربكم دابا. مولاتي اشتركي 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 وما تنسيش المسابقه، يلا 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 اشتركي 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 باش يكون عندك حظ تربحي معايا 300 درهم. اي هلال 300 درهم، 6 ديال الناس غادي يربحوا 300 درهم، 30 اورو، 30 اورو هي 300 درهم توصل ليهم في اي بلاد كانوا، في اي بلاد كانوا. وجوج ديال الريحات ديال النساء بالكريمه ديالهم، وحده ديال الرجال، والروبو ديال الكوزينه، الروبو ديال الكوزينه. اي هلال مولاتي 21 بياسه، ها هو من التلفزيون 21 بياسه. الا كان عزيز عليك طيب هانتي لالا مولاتي، هانتي شوفي الروبو 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 ديال الكوزينه. اشتركي في المسابقه، اشتركي اشتركي، وما تنساوش تشتركوا عندي وتخليوا لي تعليق باش، وتشتركوا عند الاخوات باش توصلكم الامانه حتى لبلايصكم فين كاينين. وقت المسابقه غادي تجي وغادي تدخلي عندي القناتي، ها هي شيوا الداري من اختياري، تشتركي عندي تخلي لي تعليق وتدخلي لهنا فيديوهات. هنايا عندي ليست دي بروتسيون كومونيداد، هي المنتدى قنوات يا كانال، وغتمشي عند هاد الاخوات كاملين هما، وغادي تشتركي عندهم، تفعلي لهم الجرس هكذا، تفعلي لهم الجرس كاملين، غادي تدوري عليهم كاملين وتفعلي لهم الجرس هكذا واحد بواحد. غادي تمشي عند هاد الاخت ها هي، تفعلي لها الجرس وتشوفي الفيديو ديالها اشنو حاطه فيه. غادي نمشيو للفيديو ديالها الاخر اشنو حاطه فيه. ها هو هنايا دايره لنا دويره او اللي كان، غادي نديروا لها لايك وغادي ندخلوا ونديروا لها اشتراك، غادي ندخلوا غادي نخليوا لها تعليق على حسب المحتوى ديال الفيديو ديالها. اولا راني نهار 23 غادي ندير لكم الصح، تفاعلوا معايا راه كنتسناكم، راه ما كاينش تفاعل. هنايا عندي الماء سخون ياك، درتو في هذا البانيو وغادي نحط فيه رجلي، رجلي ديما مغسولين ولكن ضروري في الليل غادي نغسلهم مزيان مزيان مزيان. اشنو غادي ندير؟ غادي نزيد عليهم شويه ديال الخل ديال التفاح، الخل ديال التفاح ها هو سميتو خل ديال سيدره، هنا كيقولوا لي الخل ديال سيدره هي التفاح. غادي نخوي شويه واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نفرك رجليا مزيان، ماشي نفرك رجليا من الوسخ حاشاكم لا، غادي ننظف ونعقم الرجلين ديالي والضفران ديالي، غادي نعقمهم مزيان. دابا غادي نعقموا رجلي مزيان 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 وبين الصبعان، لان هاد الفطريات راهم ميكروب ومشكله
ميكروب خايب يقدر يتلاح لكم على اللحم ديالكم ويدير فيكم الاونغوس كما كيقولوا تشابنيون ولا ما عرفتش شنو يقولوا لي بحال هكا. المهم انا تنعرفو كيقولوا لي غير الفطريات والاونغوس. ديروا مزيان 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 الدفران ديالكم. الا عندكم ديك الشيته ديال الدفران اللي كيتحكوا بها الدفران حكوا بها الدفران. انا مهما ما عنديش ما عمرني ما حكيت لي ان ما كاينوش لان دفراني ضعف، لان خوتي انا ما كنصبغ ما والو لانني كنادي الواجب على الله. يعني ما غاديش نقول لكم انا كنصلي ولكن اخوتي انا كنادي الواجب على الله، كنخاف من الله. المهم ما كنصبغش دفراني، واخا عندي صباغه كنصبغ دفراني الا إيه الا كنت شي مره غدا شي حضور عاده غدا شي عرس ولا شي حاجه ولا شي حفله ولا عاده كنصبغ. غادي في الصيف عاده كنصبغ لان في الصيف كنلبسوا الصنداله. دابا غادي ملي 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 خليناهم هنايا واحد 10 ديال الدقائق وحنا كنغسلوا فيا الرجلين ديالنا، نحيدهم حاشاكم وحاشا وجهكم، نحطهم فوق الفوطه ينشفهم. دابا نشفوا الرجلين ديالنا مزيان، نشفوا بين الصبعان وكلشي. دابا انا هنايا عندي الوصفه عندي فيها زيت زيتون. المهم هادشي كله اختياري ولكن خاصكم ديروا هادشي اللي انا كنقول لكم بالطريقه اللي نقول لكم. عندي زيت زيتون وعندي الكبريت، الكبريت مدقوق، ما عنديش الكبريت حبوب، ما عنديش كبريت حجره كما كنقولوا لانني دقيته ودرته في القرعه لان هو في واحد الريحه المهم قويه، وانا دقيته ما بقاش عندي حجره، بقى عندي هكا مدقوق. وعندي ماء الزهر ولا ما ورد كما كنقولوا ليه دايره في هذه القرعه ديال الرشاشه. وعندي لانكول وعندي التفاح طاحت معليش، عندي التفاح ديال الخل ديال التفاح اللي هو سيدره. وعندي هذا البودر كيتباع في الفارماسي، ها هو بودر طالكو ديال الدراري الصغار، الحاجه الماركه المزيانه. هذا تسوسو في الصباط ديالكم كل نهار تلبسوا الصباط تسوسو فيه هذا البودر هذا، وتسوسو عي شويه وديروا فيه هكذا باش يموتوا دوك الفطريات اللي كاينين في الصباط. عقمنا رجلينا غادي نزيد نمسحهم اما بلانكول اما بالخل ديال التفاح باش غادي نمسحهم. انا في هذه الحاله غادي نمسحهم بلانكول، مهما درت الخل غادي نزيد لانكول باش كلشي يعطي هذاك ديالو ويبراو لي رجليا دغيا دغيا. انا دابا رجليا هذا الرجل كان اللي عندي في هذا الضفر هذا وبرا صافي الحمد لله، ها ما بقاش عندي لا، ولكن هذا الرجل عندي في هذا الضفر، ها هو ناض النص ديالو قريب يسالي قريب يحيد داك المرض وصافي بقى لي الضفر مزيان الحمد لله. ودابا بغيت نشارك معاكم هذاك الشيء باش قلت غادي نشارك معاكم. غادي نمسحو دابا مزيان نفركو مزيان كما كنقولوا، نحك الضفر مزيان حتى يدخل له لانكول من الداخل. نقدر اي ما عرفت مالي هاد الزيته طيح نقدر نخوي، حقاش اول مره كندير هاد نخوي عليا هكذا لانكول على الضفر ونزيد نمسح ضفراني كاملين وبين ضفراني نمسحهم مزيان ننظفهم مزيان 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 مزيان. وغادي نزيد نوريكم الطريقه. غادي نزيد نمسح نمسح مزيان هكذا، مسحت الضفر ديالي مزيان كاملين ضفراني مسحهم. ودابا الا مسحت بهذا القطن هذا الضفر ما نمسحش بها الاخرين، انا نقول لكم ان لانه هو كيتنقل هو كيتعادى فهمت. وغادي نهز وحده اخرى شريو باكيه بحال هادي راه رخيصه ديال القطن وبقاو تمسحوا بها. انا غادي نمسح الضفران اللي ما فيهمش باش نعقمهم باش ما يلصقش ليا فيهم هذاك الاونغو هذا فهمتوني. دابا هادشي كله ما فيش، هذا هو برا ليا الحمد لله. ها انتما خوتي والله الا هاو برا ما بقاش عندي، ها هو الضفر ديالي رجع حي رجع زوين وضفراني كاملين رجعوا مزيانين بهذه الوصفه اللي انا غنخلطها ديال الكبريت وغادي نتقاسمها معاكم. دابا غادي نخوي الكبريت، ودائما الكبريت دقوه وديروا في شي قرعه اللي كتسد لان فيه واحد الريحه واحد الريحه مجهده، ونديروا فيه هكذا نخويو على قدر الضفران ديالنا اللي هما مرادين. انا عندي مرادين جوج، واحد وبرا واحد مازال ما براش، ولكن ضروري حتى الاخر حتى هو هذا اللي مازال ما براش راه برا النص ديالو، هو انا كوريتو لكم غادي نحطو لكم بلا النص ديالو كثير النص ديالو غادي طالع الضفر الصحيح، والاخر اللي فيه غادي كيخرج فين ما كيطلع وكيكبر كنقطعو. ودابا غادي نوريكم الطريقه. نخوي شويه الكبريت هنايا في هذه الزلافه ديالي، نزيدو عليه نقيطه نقيطه صغيوره ديال 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 زيت الزيتون، نقيطه على حساب داكشي اللي حنا دايرين هكذا. وغادي نزيد عليه الخل ديال التفاح، غنزيد عليه شويه الخل التفاح. وملي نبغي نحيدو من رجليا ماشي نوض نغسل لا، غنمسحو نصوت عليه بالزهر اللي هو ما ورد ونمسحو باش تبقى ليا الريحه طيبه وما تبقاش ليا الريحه كريهه في الرجلين ديالي ديال الكبريت. هذاك الشيء علاش جبت لكم انا القرعه الحقيقيه ديال المزهر ديال ما ورد، لانني انا دايره هنا كنرش به العينين ديالي وكنرش به وجهي وداكشي. غادي نخلطوا الكبريت ديالنا بشويه القيطات ديال الخل ديال التفاح
دائما الخل ديال التفاح لان مزيان وغنخلطوه مزيان. غادي نديرو نبريكو على الضفر ديالي هكذا ملي خلطتو هكا، وعلى الضفر ديالي الاخر حتى هو، وغادي نغطيه بالقطن. هادي علاش نديرو دابا؟ لان غنعس به هكذا. غادي نلبس عليه التقاشر، غادي نغطيه ونلبس عليه التقاشر وغادي نعس صافي، ونخليه حتى الصباح. ولو نوض في الليل اللي كينوض يصلي الفجر، ملي نوض في الليل يحيدو ويغطيه، يحيدو ويمسحو ما ظهر، ويخليه حتى يبغي يتوضا عاد باش يغسل. دابا غنبليكي على الاخر، غادي نحطو على الاخر حتى هو بحال هذا الشكل. هادو غير الصبعان المراد، ماشي الصبعان اللي ماشي مرادين هكذا. حتى هو غتلوي عليه القطن، الا بغيتو تلوي عليه شي فاصمه، عندكم فاصمه بيضاء لويوها عليه. حتى هو غادي نلبس التقاشر ديالي وغادي نمشي نعس. علاش سجلت لكم هذا الفيديو في الليل؟ سجلتو لكم لانني تفكرت قلت علاش هذه الوصفه انفيكاس ووافقت ليا وصحوا لي رجليا ورخيصه. غير كتمشي عند العطار كتشري جوج دراهم ديال الكبريت، وكاع يمكن الدول العربيه فيهم الكبريت، كتشري الكبريت وكتجيبيه للدار ديالك وتدقيه في المهراس. هو راه فيه واحد الريحه قويه بزاف، هو راه فيه بزاف ديال المنافع، راه مذكور في اي بلاصه. واش غنقول لكم، الخل التفاح حتى هو كذلك فيه بزاف منافع. لا نكون راكم عارفين البودر طالكو ديال الدراري الصغار، انا كنشري هذه الماركه المزيانه لان كاينين الماركات اللي كيتباعوا تشين، وانا كنشري هذه من الفرماسي، ما نقدرش نشري شي حاجه ديال الشينوا وصافي. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه وتستافدوا منها، وما تنساوش ديروها وتفكروني، وملي تبراو جيو قولوا لي في التعليق. راه انا ما كنلعبش وما كنكذبش وماشي عليه باش ندير فيديو حطيت لكم هكا، لا انا درت فيديو باش لانني استفدت وبريت، وقلت راه نتقاسم معاهم باش حتى هما يبراو الناس اللي ما عندهمش فلوس، لان هادشي كله عندنا في الدار. هادشي كله لو شريتي موارد وشريتي البودر داير جوج الاورو، ودرتي زيت الزيتون راه عندك في الدار ضروري، ولا الكول كاين في الدار ضروري. هادشي كله رخيص، ماشي بحال غادي تحط 330 درهم في برميز واحد باش يبريك الانقو وغيبريه ولا ما يبريش.